سعيد 94 اللي يعني عقد فيها الانسان المجني على اليهود الفلسطينيين بانهم اخذوا 65% من المسجد الابراهيمي المسيطر عليه من قبل الاحتلال الاسرائيلي و 35% للفلسطينيين. فحاليا اللي عم بيصير بالقدس هو مشابه للي عم بيصير الطبق في الخليج، وهذا خوفي عليه. فأنا بدي أحكي عن المخاطر تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى زي ما حصل في المحور صلاح الدين بناء على توصية اللجنة، والحقيقة إذا ضمنا الحاجة أحكي عن المحور صلاح الدين، خصوصا إنه يعني عملنا تحليل لهذا المنبر وأهميته الأثرية زي ما حضرتك تفضلتي إنه هو بالتعشيق، وساعدني بالتحليل الحقيقة المهندس مصطفى صدقي من مصر عنده مركز مملوك أركيبو شيلو تحية كبيرة لقديش هو إنسان دافع وساعد في الموضوع. عشان نحافظ على الوقت أنا بدي أحكي عن المخاطر التهويد اللي امبارح برضه زميلتي أو الدكتورة روان الشيوخي حكت عن أهمية مدينة القدس وقديش هي تحتل مكان كبير في القدس العرب المسلمين لوجود الآثار الإسلامية والمسيحية الكبيرة فيها، وأهمها طبعا المسجد الأقصى المبارك، وأهمية المسجد المبارك كون أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وقديش ضل المسجد الأقصى على مدى قرون طويلة مركز هام مش بس كمكان ديني ومكان مهم لتدريس العلوم ومعارف الحضارة الإسلامية، إضافة للمدارس الفنية اللي أنا كانت رسالة الدكتورة عن المدارس المملوكية في مدينة القدس، وقديش كان عددها كثير وشو كانت تدرس علوم مختلفة مش بس علوم دينية، بالإضافة للخضار والأسئلة، وكمان هي من أكثر الأماكن القدسية لدى المسيحيين، فيها كنائس أثرية كثير هامة أشهرها كنيسة القيامة. طبعا المخاطر والتهديدات اللي عم تنجد الأقصى بشكل خاص اللي تهدف إلى تهويد المدينة ضمن الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس سنة 1967 قاموا بوضع استراتيجيات، وهون بحب أركز على شغلة كثير مهمة، مبرمج معنا نجمي بشكل منشط مستمر وفاعل على الأرض وبطريقة متدرجة وهادئة، بتجد أي تغييرات حسب ردات الفعل على الأرض. يعني مثلا لما صارت الهجمه بتاعت البوابات الالكترونيه على مدارس المسجد الاقصى اجوا سحبوهم، لما صارت الهجمه على لما اغلقوا باب الرحمه ردوا يعني عرفوا شوي هيك فتح قليل بس مسيطر عليه. طبعا كل هذا في سبيل الاستيلاء على المدينه ومقدساتها من اجل تهويد هذا التخمين، طرق قمعيه عنصريه، تفريق المدينه من سكانها الفلسطينيين، ووضع اليد على المسجد الاقصى من اجل اقامه الهيكل المذعوم. طبعا اذا بنشوف الطيران القدس ايش هاي الايام بسنوا قوانين خاصه بمدينه القدس خاصه بالفلسطينيين، بشجعهم على الاقامه والبناء، بشرعهم حريه الاقتحام والتهديد للمقدسات، والاستيلاء والهدم للبيوت والاوقاف والمقابر الاسلاميه، والاستيلاء حتى على المستندات، ومنها ما هو خاص بالمقدسيين بجنونهم على الرحيل عن القدس من خلال مصادره هوياتهم المقدسيه، منعهم من الحصول على قرارات قصه البناء، اجبارهم على هدم بيوتهم بايديهم بحجه البناء غير المرخص او هدم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وتغريمهم بمبالغ طائله او باعتقال فرض القانون الجبريه، الابعاد عن القدس والمسجد الاقصى للمرابطين تحت حجج واهية، كل هذا بهدف تفريغ القدس من مرابطيها ومناضليها وسكانها من اجل حسم الديموغرافيه والجغرافيه لصالح المستوطنين الصهاينه واخراج القدس من اي تفكير في المستقبل. احنا من الاخطار انا بس بحاول اجمل بعض الاخطار مش كلها، انه اذا بنشوف منذ الاحتلال الاسرائيلي اول شيء عملوه هدموا حي المغازي وفتحوا تحت الجدار وبودوها بالكامل، هي الصوره هون بالترجمه هي ما يسمى بحائط المكه، وهذا المدخل اللي هو الباب المغاربي اللي بيدخل على المسجد الاقصى، هون عندنا الصخره وهون المسجد القبلي، واحنا طبعا لما نقول المسجد الاقصى هو كل شيء داخل السور اللي
من المخاطر كمان اللي هو حاليا احنا يعني يمكن هاي تعتبر من اكبر المخاطر والتحديات من المكان الزمان للمسجد الاقصى. هاي صوره توضح اقتحام المتطرفين للمسجد الاقصى. التقسيم الزماني بطريقه للاسف اصبح من الواقع من خلال اقتحام عشرات المتطرفين مش بس في الاعياد اليهوديه اللي بتصل اعدادهم الى مئات. ممنهج بيتم بشكل مشان شهر ذات الفعل. يعني ايش الصلاة الصلاتية بالفرد؟ الصلاة يعني معناته انه صار يصلوا بداخل المسجد الاقصى واعطوهم موافقة من قبل ما يسمى محكمة الاحتلال الاسرائيلي. بتأكد بس شغلة على سبيل المثال انه لما كانت المستوطنين يدخلوا كان طبعا كثير هباء، كل الناس كثير تكبر وتخدفهم بالأحذية وأي شيء موجود على الأرض من حجارة. هلا صار كل مرة أي حدا بيتصرف هيك تصرف ياخذوه يبعدوه عن القدس ويبعدوه عن المسجد الأقصى. آخر مرة طبعاً شوف كل هدول ياخذوهم مربطين، فصار ما في حدا هلا بيدخلوا بيطلعوا، ما بيقدر حدا يحكي معهم لأنه حتى يعني كل اللي بيحاولوا بيتم سجنهم ومنعهم حتى من الصلاة في المسجد الأقصى، إبعادهم لمدة تتراوح لست أشهر بالسنة. فإذا بنشوف هدول المختلطين صاروا يدخلوا يوميا أكثر من مرة. يعني أنا عشان أعمل التقرير هذا حاولت محطوط على تصريح، لأن إحنا حتى كفلسطينيين ممنوع علينا ندخل إلا من خلال التصريح. لحالة أذكرها إنه انتبهت إنهم بالعربي يدخلوا في 10 صبح، يعني تبدأ إنه قبل الظهر عشان ما بيكون في كثير مصلين. يعني استغربت إنهم كانوا حتى العصر داخلين، فبسأل الحراس اللي طبعاً برضه هم يبعدوا عن الأقصى، للأسف صاروا يدخلوا أكثر من مرة حسب قديش في أعداد موجودة هن بيدخلوا على المسجد الأقصى. هلا هذا بالنسبة لنا التقسيم الزماني اللي نحكي لنا صح من الواقع. هلا اني ايش بدفعوا للتقسيم المكاني والجغرافي اللي هم بيطالبوا المستوطنين والصهاينة بالسلاح عليه بشكل دائم؟ هم بدهم انهم ياخذوا مساحة من المسجد الأقصى، وهي تعتبر لهم كيف تقسم المسجد الإبراهيمي. هي صورة للمسجد الإبراهيمي، القاعة الإسحاقية اللي فيها قبر سيدنا إسحاق عليه السلام وزوجته الصغيرة رفقة وهون بيبين في فترة الأعياد الإسرائيلية بيتم السماح لهذول اليهود المستوطنين. إذا شايفين كل المهمة من الناس المتشددين الأصوليين، للأسف إنه بهاي الأيام مسموح لهم يدخلوا كامل المسجد الإبراهيمي، وهي سعودتها 10 أيام. تخيلوا هم الوالدين قاعدين هاي المسجد الإبراهيمي، هاي قبر سيدنا إسحاق عليه السلام، هاي قبر ستنا رقية، وهم بالخلف المنبر والمحراب، وفي فيلم غير جزاك عقيد بالهذا حط أكثر من لين بيبين إنهم بعد يخلقوا هاي الدروس اللي بيعملوها والصلوات اللي ممكن المبيت بيكون يعملوا نوع من أنواع العبادات والرقص داخل هاي القاعة. تاريخ الصورة يا دكتورة نعم، من امتى الصورة دي؟ تاريخ الصورة يا دكتورة امتى؟ حديثة ولا السنة دي ولا السنة دي؟ هاي الصورة حديثة. هاي اعتقد السنة اللي فاتت، اللي معي من خلينا نقول الشهر اللي فات. اوكي، الشهر اللي فات بس. نعم، هذا طبعا كل اعيادهم في 10 أيام من اعيادهم يتم اغلاق المسجد الابراهيمي. وانا عشان زرت اكثر من مره عشان البحث كمان الخاصيه، هلا لاحظت انهم هم تقسيمها ب 35% معطينه للمسلمين. تخيلوا انه احنا ندخل من بوابات الكترونيه وبتم بياخذوا صوره من مين دخل ومين، في كاميرات في كل الاماكن بيستقبلوا كاميرات، بس في المنطقه بيراقبوا المسلمين فيها. يمنع الاداء في ايام السبت، يمنع الاداء في فتره الاعياد الاسرائيليه، ممنوع انه
بالمسجد الإبراهيمي ودخول هلا يعني صار من قبله إنه راح يصير في المسجد الأقصى. بالإضافة للمخاطر الحفرية تحت المسجد الأقصى اللي برضه ذكرتها امبارح الدكتور روان، في أكثر من 60 حفرية ونفق تحت المسجد الأقصى. ما تصغر أساساتهم، أي عاصفة أو زلزال ممكن يؤدي إلى هدم ولا سمح الله. من المخاطر كمان هو إغلاق باب الرحلة، هذا باب الرحلة من الجهة الثانية، وأنا عملت في الفترة الماضية 2019 كان بحثي عن باب الرحلة في المؤتمر الأثريين العرب، وحكيت كيف إنهم هم كانوا مكفلين بأقفال حديدية من سنة 2003 بدعاء إنها مكان بيستخدمونات محظورة، جمعيات محظورة. بعام 2019 كان الشباب مقفلين على أثر هفة مقدسية فلسطينية عالمية ضد إشاعات الاحتلال، وقاموا بتكسير الأقفال وإعادة فتحه كمصلى اسمه باب الرحمة من جديد. من عمل أي مخططات احتلالية اللي كانت طبعا كل هذا الشيء إنه هن ناويين يحولوا لكنيسة يهودية، خصوصا إنه له مدخل على الجهة الشرقية من السور المسجد الأقصى. كمان من الأخطار اللي هي تتعرض لها كل الاقتحامات المهمة أكيد الكل بيشوفها، إنه بيقتحموا المسجد الأقصى بتتعرض للأبواب الخشبية والشبابيك الجلطية للمسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة، من تكسير للجنود عشان إنهم يقدروا يقتحموا هذا المسجد أبواب المسجد القبلي، وبتاعوا الشباب يعني أقصى ما عنده موجود هو الأحذية تبعتهم، وأكيد كلنا شفنا هذه المشاهد إنه كيف إنه بأحذيتهم بيقاربوا الاحتلال معه مسلح بأقوى أنواع الأسلحة. طب كمان استخدام المفرط لإطلاق الرصاص في المسجد الأقصى على المصلين وعلى الشبابيك الجلطية بالذات، لأنهم بشكل متعمد عشان يلوموا الشباب، وفي نفس الوقت لأنهم يعرفوا قديش هاي الشبابيك الجلطية هي شبابيك بتحتاج لتمرينها عدة أشهر. فدائما هاي الشبابيك تتعرض لهجمات الاحتلال. طبعا هذه الاجزاء كثيره من مقبره الشهداء والمقبره اليوسفيه، وكلنا سمعنا في حاليا المقبره عم يتم تجريفها بمساحتها حوالي 14 دونم، اسمها مقبره الشهداء اللي امر بانشائها صلاح الدين الايوبي بعد اختلاف مقبره المجاهدين. مدفون فيها كثير من المجاهدين والجنود الاردنيين والعرب استشهدوا دفاعا عن مدينة القدس، أو أحيانا المرافقين اللي اجوا مع الجنود في مدينة القدس منذ عام 2014 منع ما يسمى خطط الاحتلال الإسرائيلي الدخل فيها حسب مخططها مشان يحولوها لحديقة دولية. طبعا من 2014 ل 2020 بيعتبروا إنه هاي مدة كافية إنه يقدروا ينبشوا هاي القبور. بالفعل في عام 2020 و2021 حاليا قاعدين جنبات الاحتلال بتجرب اجزاء من المقبره، وهلا فرشوا جزء منها حتى بالانجيل الصناعي مشان يمنعوا الفلسطينيين المقدسيين انهم لا يدخلوا فيها ولا حتى يزوروا قبورهم. وطبعا ما زال المخطط جاري على قدم وساق، وبتوقع انه هاي الصوره كلياتنا يمكن شفناها هي بتوضح احتلال المقدسيين من امام قبور ابنائهم واقاربهم. اللي هون عندنا اكثر من حدا يمكن كانت السيده علا ذاتيه اللي كان عانقت قبر ابنها، وشوفوا الجرح والتسلط والاحتلال وهم بيحاولوا انهم يقيموها عن قبر ابنها لانها كانت ترفض انه يتم نفش القبر وتحويل هاي المقبره الى حديقه ذاتيه. طبعا تحويل اجزاء كبيره او كل القصور الامويه من جهه جنبيه من سور المسجد الاقصى الى منصات الاحتفال الخاصه بالمستوطنين الصهاينه، هذا صوره بتوضح القصور الامويه من خلال ما يسمى مطار الهيكل، هي عباره عن مسار توراتي يتم من خلال دراجات ومنصات حديديه اللي شايفينها تربط بين اجزاء المسار وتوضعوا لاركان مجسمات تتحدث دورا وعنوانا عن فترة الهيكل الأول والهيكل الثاني. طبعا هاي
صارت معنا لأن هي على الجهة إذا بنشوفها هي الخطوط الأموية، هذا عنا المسجد القبلي وهذا عنا القبة الصخرة وهذا المسجد الأقصى ككل. هون في عنا المتحف الإسلامي، وأنا دائما بحب أزور المتحف الإسلامي، وفي كثير أشياء للأسف مش موجودة، وفي موجودة صناديق بخيلة اللي خوف علينا من يعني إحنا برضه خايفين على ضياعها. من شبابيكم نقدر نشوف القطور الأموية. وقفت عشان أصور، إجت رجاني مدير المكتبة إني أبعد عن الشباك لأنهم في كاميرات بتراقب. هون أي حدا بيتخيلوا بيجي بيطل من الشباك بيجونهم وبيحكوا لهم إنه وبتم يعني خلينا نقول معاقبتهم إنه ممنوع أي حدا يطل حتى من الشباك يشوف على لأنهم بتكون على باب المغازي وعلى حارس المنطقة وعلى القطور الموجودة. يعني حتى إني أصور لم أتمكن. جدار الفصل العنصري لبعثة القدس عن محيط الفلسطيني اللي دمر العديد من المناطق الأثرية، هذا الجدار بحيث بكل مدينة القدس هو جدار عالي جدا يهدف إلى منع وتحريم دخول الفلسطينيين إلا من خلال طلب تصاريح دخول لمدينة القدس. بيتم رفض غالبيتها بحجة إنه في منع أمني، وبيتم التعامل مع الداخلين من خلال معارف إلكترونية وتفتيش مدن كأنهم مدخلوا من دولة ل طبعاً استيلاء على بيوت في سلوان اللي تعتبر أحد أحياء مدينة القدس، استيلاء على بيوت حي الشيخ جراح، وكنا نعرف هلا المشكلة في حي الشيخ جراح اللي بيكون 6000 فلسطيني موجود بس من بلاد المستوطنين بعد أنهم استولوا عليهم من قبل. بتم حالياً محاولات الاستيلاء على باقي بيوت الشيخ جراح مشان تفريغه من أصحاب السكان الفلسطينيين وتحويله من خلال تمويله إلى حي استيطان صهيوني. طبعاً أي حي استيطان ده هي القدس الغربية في كلها مهودة، وحالياً بيحاولوا على القدس الشرقية، وبذكر إنه صدر ما يسمى عن المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 1/11 حديثاً يعني قبل 2000 يوم اعتبار أهالي الحي مستأجرين محليين لمدة 15 عام. وهذا طبعاً لفضوه جلة وتفصيلة لكل سكان الحي الفلسطينيين لأنهم هم أصحاب الحي الحق في هذا الحي. بدي أذكر عن مدى الحي إنه في وجود مقام الشيخ جراح معروف من قبل الفلسطينيين باسم الولي، وهو يعود للفترة العثمانية إلى أن اليهود الأصوليين سيطروا عليه منذ مطلع الثمانينات مدعين إنه مقام يهود يسمى شمعون الصدوق، وطبعاً بيقوموا بزيارته ومبارسة شعائره الدينية فيه بشكل يومي. طبعا هذا طيب من خلال ما تتعرض الى مدينه القدس والمسجد الاقصى، حاولت يعني اوجدهم عشان الوقت لعمليات مبرمجه لتهويد مدينه القدس. رقم الصهور ان شاء الله. يا دكتوره بنشكرك.